هذا يوتيوب كأما هذا الذي سجشانا علمي كحديث كان هذا وحكة جرى ليسانا بقولال بين أبو رضا الله سوهيلي نهاية بملة رماد بملة ميت كلام إذن كدرية يوتيوب كوحا كتير وذات كسوه هاللي وما منا إلا له مقام معلوم بشرحه مناصد بكهلية والملينية وحليه نبي صلى الله عليه وسلم هبين كيلا ديالمي ومعراجك تضبط السمكور كوضا لك ملك الجيري بلا سعودي مركا لقالي عند سدرة المنتهى ماشا عين خلائق ذو لا فكر هل كان مركا لتشوف أيا ملك الجبريل بهالكا كهريب مركزه حكويري ها هنا أيفارق الحبيب حبيبه في مثل هذا لبا استعل هل كان ميكوك الهران جبريل هل كان دافوا نبي صلى الله عليه وسلم هل كان مركو تشوغ وحلو كان يبوري رفرف رفرف كواسيدا يعني أما بركمها أوكالي أما يعني قوان لصارو سريرت أو نقشدله أي رفرف ليداد رفرف بالله كان ابن نبي صلى الله عليه وسلم رفرف كاس وحا صار نابوي سورة دي عبد القادر الجيلاني با سارن بوي ش عبد القادر الجيلاني سورة دي سيبا رفرف كسارن ش عبد القادر الجيلاني با مركب النبي محمد وحوه النقضي بوي مركب مركب كي أفول لها ش عبد القادر الجيلاني أو مركبه النبي قسارية يا سدرة المنتهى الله يسلط عفاي بوي مركزا الله لو تغيبو ماشي ملك الجبريل دافي واهي سورة دي شا عبد القادر الجيلاني والنبي قال الصحوطة رافتي مركز يوتيوب كانت كهلي سابين أبو رد ماه وإيهان وقتها والله يقشي يقويح اللي ديه يشري بحال كان أبا فضي حييبي إله أمرك مركوا افتراء افتراء على الله وافتراء على رسوله وافتراء على ملك الجبريل واه وحب مرداف إلهي بكو بين أبورتي ملك الجبريل بكو بين أبورتي نبي محمد واكو بين أبورتي صلوات ربي وسلام عليه وحن شيرين الدين تواك شيء أنا ما هم حيت المامية وحيت الماميان وحن اللي وذات كني وحمي قاني الدين تعالى قبته وهذه حقائق حديث ما يقانه قرآن كتب تلك سوا كتمن وتشبين دن كمالها وقيلي هيا ميد مرك الله قبته ميد كلو سيدر در هيا ما بها كان يبا انت كبدن هذا دبق شان ضلوة العلم قاعد دبق لي دونه وحبنا وافيلا يا يعني سو صار دونه بيد الله تبارك وتعالى لكن انا انت انك قابصده طيب مسألة دلوات وذا تكون حيري انت انا كقدبين نينك الله كبين أبورت أما رسول كيسا كبين أبورت أما وحل أقيا هاي إنو بيني هاي إلهي رسول كيسا كشيك أما نبي كبدوش صلى الله عليه وسلم كشيك هاي عقوبة دي سمحيتا نبي نوح صلى الله عليه وسلم من كذب عني ما كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من مقعده من النار روحي كبين أبورت أسقو أقوى حني إنو بيني نار تميشو كجلي لها وديار قروب نبي صلى الله عليه وسلم حديئونه بنا أيضا لفت هذا ويقبصا وحديثك في صحيح مسلم مقدمة وكل شيء مسلم عليه رحمة الله وحوها من حديث سمورة بن جندب أما جندب النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين لبدر رواية ذوي مادين يعني الروحي حديث إيش الشيغة حديث كاسو لأقي هاي إنو بيني هاي لابد بين تشيكتي أما كوا بين تشيكة ميت كم دواي ميت كحديث كدشي يسقوا إسكو ميت النبي كتوس أقو بين أبورتي صلوات ربي وسلام عليه يسقوا حبا اسم الدامة وركني ورشي لما حديث نكو مسقنا نبي كنا كمسقنا وانا كو إن لا أضيقي يا أضيقي يميت كحديث كدشي النبي كو بين أبورتي إسكو ميت بان دغون إسان سيداس يا حديث النبي قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم وانا أرن هلست يا دلوه
انت هدان كجسو قدبو قضب كايساقع او يحاديث تكو سابسا وذاتك مركان لي محوة هاي دردردن فرها بضان ايو داد كان كو خلاف سن دقال كان تشوك تدهد مناسوات بلالد دقال لميس هذا محبه او ريبين عايس وكده وكو جوابي وذاتكو هل كاسو برون كشيغيب من الدين هاي بفري وارون تا اهل البدع وان لد دقال لمي وان وذي دين ما ايو مناسوات كستان كده بقالي تانا بحار روينا كلمة يركي لها بحار روينا وذاتو هذين الله دجالك وات هذا دون تحيتن هذا دون تدجالن واحد دون تسميه لكن هو كل إله هذه أنت كلام يتكيد كود كود ضبط جبنا يا أفيان كوتاح وهذه إلها صدح شيء وعقلك كين أيه دجالك إنه كدرة إن هذه حكمة دوكالو أنتو عقلي وإن هذا بحثت صومه علم يقول هذا دوكالو ما وإن هذا عقلي وبحثت صدح شيء عقلي وقدرة تكوباد وياه هذا الدات كان نبات قليل ويدان إذن كان أولا إذن ردين الشيخ يدين أنا أولا ردين سيدا الدات كأم آقا إسان باب مناهج دين اللهم آقا ولي بكا إذبسن أو كأسطران أيال إذن ردين هذه اللي يدين رديو على عقلي قيل هذا سكداية لأن عقلي ما هدتك وان قنيني أنا جانا مركي اللي قنيلة وان عبادي عقلي ما صوما صوما لدى وحي لهذا هشو يدى قيل وحوني يدى انا عبادي ضد كيبان حوني ونبت قليل ماي وخوارج وهابيو لايا وقبطة أنا جانا وذاتك إيجا مركي الله تابتو حيركاسا قيل اسكول اشتيني يا عقلاتو حتى هو مرة قنط نحن حلو مش شايفين إسكال في عقلاتو ساس تلاقي بالعقل يكون دراو هذا بتكون أتكي ستين عدد كم ما جيسو هذه أنا إن لوجردين كرايو بالكو تلاقي له قيل هذا يبوق إسكير يا مركي وحوجا لو يرقن لفت أما الشيخية ده هذا يوم هو حير تاع ده يرقن لفت تاسو عقده مدة لو هذه وحوي هي ده أنا عقلي وكين أيو يعني ليه عقلية يا إذن ليه هذه اللي يسرديو حكومة دن أتكو على الرئيسان اللي ذي نسوق قبطة يحرى يا يهلو قدولو إذن إسكداية هاي اللي حكومة دو هي دولة دي النظامكو حرت هذا ما مريدينكو ما طريقنا ما ده ذو أمرتنا ما هذا الجرو يدو حرت هذه الدولة دي سكاك قصته أيضا وارد وأيضا ورنا عقل حماة نظام كي الدولة دو دتك وكان حيا دتك هدو كالر دحيا أنا واحد دتك كالر دحيا جوني اللي سكمر ديكو نظام كني ورنا نظام ومضة وضة دحيا وحي مصلحة هذا جودة ومضة كده حيا أنا دي بوجي سنة ينن نقول بوحي صوتها لكن أنا جه اللي يأذيكوا وأجزي هذا عملي وهي أذيكتوا وصوغ قبتها وقرت لي الرديو تلعبها على قاعدة وشيخ يجي وحلا جا شيخ يجي هلا دوا قالوا هذا أنا عقلي ما بل هذا أنا أنت عقلي كأنا بالكو كردي أو وحوجا دولة دولة دين لا ليه هاي دولة أنا الأمر إنسان إذا ربط أنا ده اسمع شان إسكتاي وقت يجي هوري ولا صور لف وقتي الدولده هو استعمال جيرتين الدعوده كو بابيسان او كولا دغالنتان ودااده وا لا سو دافاي وقتي دولتي ميليتري غاهيد ان غولد او دولده او استدكه او استعمال دعوده او استعمال اي علماده كلاي اي كو خيرخيري اي كو قخيي وا لا سو داف دتكو حبي فاهمين اسكر لافني وحبرتي او كتاب اخرستي اسكو دافه نينكا علوم تمهدقة برتاي أو شام هذا كبحي أو ري مجالك أو أدونك صومري ما أنت لجمر لا دحين كريو وركا آه وذا دين تيبا وحكوتري وحكرات مركدتك وحبي فاسين وحيجي واكردي
xilligii wadaad suufiya uu dowladda isticmaali jiray oo dadka ku caburin jiray oo ku buuran jiray lama joogo buurashadii dhammaatay haddaad marka cahdigaa moodayso waa la soo dhaafay xilli dowladda aad dadku garaaxda lama joogo waxaana dadku ka dhexeeya intaana bal caqliga ku daran dhihi lahaa wadaadada iyaduna waa caqli ah qodobka saddexaadan dhihi lahaa ku dara waxay tahay oo isaguna meesha ku jiraay caasimadda oo magaalada muqdisho ah iyadana waa caasimadii waddanka waxaa wadaadka aada ugu badan hadalkiisa magaaladeennadii muqdisho caasimaddanadii ayaa muxuu ahay wahaabiyo ka shaqaynaysa kutubadoodii baa lagu hayaa khawaarij baa masaajid ku leh magaalada muqdisho war muqdisho yaa iska leh muqdishodu waa caasimadii waddanka ummaddii oo dhan bay ka dhexaysaa soomaada garan maadaama ummaddii oo dhan ay ka dhexayso mujtamacaadkeedii mukawinaadkeedii oo dhan baa isugu imaanaya afkaarta bulshadu ku kala duwan tahay oo dhan baa taalla hadday mid diin tahay hadday mid siyaasa tahay noocay dooni ha ahaato marka inaad sheegato magaalada inaad gooni u leedahay oo dadka ka sheento oo aad soo isaagto unukaale unukaale war unukaale ba soconayso yaa adar caqli ku dar magaaladan milkiye khaasa kuuma aha dadkana kama sheemi kartid haddaad aniga iyo kuwa aan magaalada ku dhalanin aad ka sheemi kartana kuwa magaalada kugula dhashay oo abtirka kula wadaaga oo magaalada ka soo jeeda oo kaa ra'yi duman oo kuwa wahaabiyada aad ku sheegaysaa oo kuwan aa salafiyiinta ah yaa maraakiis ku leh oo masaajid ku leh oo kaaga xoog badan oo magaalada deggan oo dowladda ku jira inaad tidhaahdo magaaladii muxuu ahay unukaalahoo waxaan anugu ogolayn lagama sheego ayadana taa bal caqliga ka daayo waxoogaa caqliga ku darbaan dhiila fikrigdaa fikraddaasuna si ahaanteedaba waa fikrad gaalada ka soo jeeda wax ummaddu wada leedahay in haddii lagaaga ra'yi duwanaada adigu aadisa siiso oo dadka ka xigsataay waa dhaqankii gaalada lagu yaqaanay waay bal u fiirsada qur-aanka kariimka marka ambiyada iyo rusushu intay xaqa la yimaadaan ay ka hor yimaadaan gaaladu maxay dhihi jireen waxay dhihi jireen akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun ka saara degmadiinna waa kuwa isdaahirinaye degmadeenna ya goormaad iga yeelatay calashaani haddaabaad ikhilaaftay degmadaanaa iska leh adiguna ma liid war waan ku wada dhalannay oo waan isla leenahay oo maxaad igaga duwan tahay haddaad ikhilaaftay bay kuma liid meesha waxba kuma liid aayad kale waa tii ahayd waqaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardinaa wallee dhulkannaga inaannu idinka saari oo soomaanaan idinla lahayn dhulka goormaad gooni u yeelateen marka caqli ma ahee war heedhe hadday aqoontu xataa kugu yartay bal waxoogaa caqliga ku daro waxyaalahan qowqowdan iyo hadalkan aad garaacayso ee lagu qoslahayo kadaa saddexdaa waa ku dari lahaayoo inaad xikmadayso dagaalkaaga wad oo iska dagaalan oo caytan oo muxuu ahay hurguf waxaad rabtee laakiin bal saddexdaasoo caqligu keenahayo ku dar baan dhihi lahaa qodobka kale doonaya inaan dul istaaga wuxuu yahay dadka isaga ka soo horjeeda ee wahaabiyada iyo khawaarijta u dhaho ayaan doonaya waxa inaan dul istaago khawaarijta iyo wahaabiyada waa labada magacay aada u isticmaalaan mana yaqaana khawaarij inuusan khawaarij aqoonin iyo manhajkooda iyo waxay yihiin waxaa muujinaya sida soo socota khawaarijtu usuul bay leeyihiin usuusha ay leeyihiinna waxaa ka mida oo ugu muhiimsan muslimka aan gaalnimo ku dhicin oo wax diinta ka saara aan la imaanin inay gaalaysiiyaan oy diinta ka saaraan markay ka saaraanna inayna ku daba tukanin waxna ka guursanin kiisana guursanin sida gaal oo kale ula dhaqmaan waa muslimka aan ku dhicin wax gaalnimo keena
sida iyagu u haystaan inay dadka gaalaysiiyaan muslimiinta ee nabad gashan talabaadi waxa weey muslimka ay gaalaysiiyeen inay dhigiisa banaystaan oo dilaan gaar ahaan wixii aan kooxdooda ka tirsanayn noocay doonayaa aad taa saddexaadna waxa weey inay rumaysan yihiin waxaan ayaga ahayn inay naarta ku waarayaan oo janno inay dhadhaminayn kooxdooda waxaan ahayn usuusha khawaarijtu waa taa dadkan wahaabiyada u yaqaanaan ama muxuu ahay khawaarijta u yaqaanaan waa dadkan masaajidda idinla jooga waa dadkan idin tujinaya aad yacni waxa weeye idinla tukanaya waa dadkan qawriciinna cunaya waa dadkan aad u guurinaysaan ee muxuu ahay gabdhahooda aad guursanaysaan waa dadkan aan gaalnimo idiin haysanin ee shacabka inay gaalayiin aan u haysanin khawaarij aaway marka khawaarij iyo afkaartoodii iyo mabaadidoodii ninka qabaay waa ninka bulshada bannaanka uga baxay gaalnimo ka rumaysan aan ka guursanin aan gabdhihiisa siinin waxay qalaan aan cunin gaala inay naarta gelayaan rumaysan kooxdiisa keliya un islaamnimada u haysta su'aal baan idin weydiiyey dadka wahaabiyada ay leeyihiin ama ay leeyihiin muxuu ahay waa khawaarij ma dhaqankoodu ma noocaasa dhaqankoodu ma noocaasa dadkaasi waxaa u horreeya annagaa u horreynay maalinna maana dhihin dadkanu gaalo way haddaad gaalo tihiin oo idiin haysanana mana aanaa idinku daba tukaneen mana aanaa nala tukaneen bannaankaan idinkala mari lahay soo ma marka khawaarij ma yaqaano laakiin magacu maadaama uu yahay magac laga dido yaa magaca laga dida maadaama uu yahay ciddii kaa soo horjeetaba korka ka saar bixaqin aw bibaatil waa khawaarij laqabtaay waa kanay baashiyey leanna wax way caamada caamadaa u jilicsan caamadaa u jilicsan oo marka la sheega waa khaariji khalaas marka arrinkaasi arrin xaqiiqa ma aha dadkan uu ku tuurahaye ee u isticmaalayaan isagiyo wadaadadiisuna khawaarij ma aha waa dad muslimiin ah laakiin waa u tegi doonaa waxyaalaha dadkani loogu leeyahy waa khawaarij qadaayaad waaweyn oo kufri ah oo gaalnimadiisa cid walba garanayso oo mujtamaca qaar ka mida ay ku jiraan ayaa waxaa la yidhi war waa gaalnimo war diintaa looga baxayaa waxyaalahaasi sutaalayaal baan caawa idinka siin doonaa insha allahu tacaala si aad u fahantaan maxaa dadkani waaba muslimiinoo way nala tukanayaan waa isla tukanaynaayo maxaa loo leeyahy waa gaalo meeshay ka dhalatay baan doonayaa iyadana inaan tilmaamo tusaalayaalla waa idinka siin doonaa insha allahu tacaala waxaa kaleetoo ka maqan khawaarijtu marka la yidhaahda yaa khawaarija kuwana waa laisku waafaqsan inay khawaarij yihiin oo waa kuwii saxaabadu la dagaalameen kuwaasi khawaarijnimadoodu waa nas axaadiista nebiga ku cad tilmaamahoodii buu rasuul sheegay sallallahu calayhi wasallam wixii kooxdaa ka soo hadhay ka dambeeyey oo dhan ee khawaarij lagu tilmaamayo bimacnaa wax weeyaan waa ijtihaadi waay leanna waa tanziilu nas cala almaxalli waay naskan ku soo arooray khawaarijta inaad kooxdan saarto ama shakhsigan saartahay adaa ku ijtihaaday waad gefi kartaa waadna saxnaan kartaa wixii marka ka dambeeyey khawaarijtii muxakimada la dhihi jiray saxaabadu la dagaalameen ee nusuustu ku caddayd wixii ka dambeeyey oo dhan ashkhaasta iyo dawaa'ifta la xukumayo waa tanziil waana taxqiiqu lmanaad masalada la yidhaahdo waana ijtihaadiye waaye wadaadka ku ijtihaaday ama saxm ama sax buu noqon ijtihaadkiisu ama khalad buu noqonaya masaladaana waa in sidaa loogu baraaruga waa ama masalada wahaabiyada oo iyadana warkeedu aad u badan yahay iyada waxaan ka qaban doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala mawduuc mustaqila muxaadaro mustaqilan ka qaban doonaa wahaabiyayay tahay yaa wahaabi yuu ahaa maxaa wahaabiye lagu maagay maxaa lagu haystaa maxay yihiin ma libaaxyaa ma dad cunbaa ma abeesooyinbaa ma dad muslimaa maxay yihiin muxaadar madax bannaan baan ka qaban doonaa insha allahu tacaala laakiin si guud waxa laga haysto ee ka soo gaadhay wahaabiyadu waa dacaayado leanna sheekh maxamed cabdiwahaab caleyh raxmat ullahi markuu dacwada bilaabay oo khuraafaadkan bulshadu ku dhacday iyo diin xumada dhacday markuu sax isyidhi waxyaalo badan uu isyidhi ummadda ka sax ayaa ciddii ugu horreysa oo ugu horreyso
توحيدك ودين تؤدتك عقيدة الله صحه هي بدع ولا لدق على مدتك السنة اللجوس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أيه وحلا دق على ما وجوه رئي قال ذي استعمار كعيد دعاية بكفافيا مستشرقين تبى دعاية قاضي ولا دين سوفيا ده رحلي لأن وحوي وح أشيق كه الله يو أمد كصحيو قل إيه كصقنا إيه هيستي إيه أمد اللي جح حرين هاي أيه مركز الدجال كبلاوي oo wadaadka sheekha ka dhigtay target ka dhigtay marka waan cadeyn doonaa mid baan u sheegi doonaa muhaadarada iyada baa ku cadeyn doonaa insha Allah ta'ala taayada marka aan dib isaga dhigo waxa khawarij iyo wahabiyo iyo muxuu ahay dadkay gaalaysiinayaan iyo diinta bay kaliis keliyeen iyo wabalaayeen ugu soo korodhay iyo hal iska qabto qodobkaasi waxa keenay laba arimood baa la isku hayaa ina fahantaan wala ga marmar qodobka koobaad waxa weey war haqi ilaahay ee adoomadiisa uu kulaha in keligi la caabudo ahay ibaadadiisana aan cid kale la wadaajinin haqa ilaahay keliga aan siino wadaadad dinta aan ka deyno qabriyada aan ka deyno geedaha aan ka deyno haqan ilaahay baa leh قرآنك يا سنتنا أصلها بمسألة سيكون يعني حق إلهي لها اللي أن أقولي الله. سو قدر ما قدر كلام هذا اللي سكوها يوحي تاعه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنتي سي هي طريق كتجي عبادة هديته معاملة هديته أخلاق هديته طريق النبي كان حلقو قاب صدوه وحيالها انكلاته إلا لي مدى أما ودى لي مدى أما دريق اللت مدى أما ننكو اجتهادي النبي السنة دي سي دريقي سكهر إيمانا يا آن ميشا كسارنو آن كو قاب صنو راعتان كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه اللي صوت قابيو أن نعبد الله وحده وألا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي كالجينا نعبدنو waxaan ku caabudaynaa oo noqdo wixii nabigu jideeyay quraanka iyo sunnada ku yimid inta aan ku gaabsanayo wax la isku hayo la aqal wala aksa tafasiisheeda marka aad gasho taa iyadaa dadka markale war inta aan ku gaabsanno waxyeelahan aan ka deyno khawarij iyo wahabiyya maxaa loo yidhi maxaa magacyada loo saaray harween aad idin sheego qulihan dariiqooyinka waxyeelaha وين الروح مسلم كي أقانت الإسكبده روح مسلم كي في ضردي إلهي كو أبو ري كسوغن وفي ضردي سي إلهي كو أبو ري أن لفسادنين وحيال أوسن أقبل كرينين أي دريقوين كالسوفية دو الدين تكسو كرية أصل نوحا كا أنك نوان صومرن ضبك أنا وكسو قبني وحبدن نوافهن سنة أصل وحا كا دريقوين كوحي الرميسيه كون كان مامول كيسة إلهي إنو أولياء دكو ريجي وانا أركي دونا تصالي أشهر كون كان مامول كيسة وحا أسر ريا نيو ولي أولي هذا الغوث الأعظم غوث الأعظم واش عبد الغاد جيلاني وانا أركي دونا نعاو وحو سمي كدب وحا أغخو سيه كون كان مامول كيسة لمن أفر ولي له الأقطاب الأربعة أفرت قطبي على لها أفرت قطبي كون كما ملكي سوحا أغوه سي أفرت لي له البدلاء الأربعون أفرت كبدلاء ذا أبا أغوه سي كون كان مركا ما ملكي سيدا صلى الله ما ملاي هداد ربطو إن أد إلهي حقي سوحون كهشو وإن أد ما ملكا كهو سي سيمرتو awood aad u farabadanna kownka waa kuleeyay awliyada sida u tarsiisana kownka maamulaysay awood weyn bay kuleeyay masaladaasi waa masanana la baray oo aanu dabkeeda ku soo gubanay waxyaalo badan oo ruuxa muslimka caamayga la yaaban yahayna halkaas ay salka ku haysa tusaaleyaal baa nisiinay maanta wixii la dhigi jiray waa la isku been abuurtay waa la iska yiri saan idin sheegayba waxa beeniyay wixii war ahaa oo dhan maanta social media uu dhex yaalaa sawd iyo suura isagoo ah soo ma sawd iyo suura isagoo ah dhowr xikaayo aan doonayaa inaan idinla wadaago caawa
oo waxa lagu maagay dadkan wahaabiyada leeyahay ama khawarijta leeyahay waxa lagu maagay waa waxan soo socdo kow xikayada koobad youtube kay ku jirtaa waana arki doontaan nin gaal aha ayaa markii lagu soo xadiro geeridu ku soo xadirtay naarta uu kaxeeyaalay waa la kaxeeyey naartii markii la geeyey oo naarta la geliyey ayaa sheekh cabdulqaadir jiriyaan iyo gurmadaa yimid kadibna wuxuu yidhi haddaad ninkaasi naarta iga geysaan naarta dhan haraati baan ku dhufanay maxaa dhacay marka markaasaa waxaa la yidhi war intuu naarta inaga haraatin lahaa gaalkiisa jannada u geeya warkaasi youtube-ku ku jiraa nin baa ku hadlaaya suufiya walacallakum inaad dhegaysateen soo maa meesha maxaa ka muuqda sheekh cabdulqaadir jiilaani baa ilaahay intuu ka baqay ayaa gaalkiisa loo sii daayay oo la yidhi naarta yuusan inaga haraatiyen sawirku sidaa maa kaafir kastoo adduunka soo maray gaal kastoo adduunka soo maray muctaqad kastoo gaalnimo ah oo heerkaa gaadhsiisa inaad aragtaan waa yaryahay ma fahamteen caamayga muslimkan waxba akhrisanayo fidrada ku nool sheekh cabdulqaadir jiilaani baa inta laga baqay baa gaalkiisii naarta laga soo saaray oo janno loo geeyey ma aqbali karo annaga haddaan aqbali weyno marka ma khawaarij baan nahay yaa ma khawaarij baan nahay kulligeen baa khawaarij noqonaynaa marka aan isla noqonno soo ma mid kalaa wuxuu leeyahay isagana youtube-ku ku jira waa dhegaysan doontaan ama horaad u maqasheenba social media ku jira wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay buu ahaan jirtay sheekh cabdulqaadir jiilaani ninkii sheega magiciisa isagoon weyse qabin markaasuu dhiman jiray sheekha magiciisa haddaad sheegta adoon weyse qabin markaasaa dhiman kadib dadkii baa rogmaday sheekha magiciisa weyse qabla'aan uun la sheegahay ayaa lagu baaba'ay kadibna sheekhii baa loo dacwooday war sheekh cabdulqaadir dadkii rogmadaa la yidhi magacaagaana lagu rogmado lagu tawasulhaya weyse la'aan sheekh ilaahay buu baryey kadibna arrintii ummadda waa laga dulqaaday walu fiirsada ilahay baan idinku dhaariyey ilaahay magiciisa iyo dikrigiisa waa la xusi karaa adoon weyse qabin biijmaaci alculamaa adoon weyse qabin ilaahay waad xusi kartaa magiciisana waad sheegi kartaa biijmaaci alculamaa khilaaf kuma jiro dariiqadiina waxay tidhi sheekh cabdulqaadir jiilaani magiciisa weyselaan haddii la sheego waa lagu dhiban jiray hal yusadiqu hada caqlu saliim yaa caqli fayowmiya waxaa rumayn kara ayib ka daroo dibi dhalwad mid kale wuxuu leeyahay sheekh weys buu ka hadlaya isaguna sheekh weys iyo culimo fara badan mucjizay lahaan jireen buu yidhi oo mucjisadii nebi ciise oo kale ah markaasa wuxuu keenay qiso wuxuu yidhi sheekh weys iyo xertiisa ardadiisa muridiintiisa ayaa qolo soo martiyey buu yidhi isagoo ardadiisa la socoto sheekhii waa la fadhiisiyey noo fadhiisaa la yidhi waa la marti qaaday isagii ardadii way fadhiisteen rati baa loo qalay neef geela neefkii markii haraggii laga siibay ayaa waxaa dhacay khalad ratiga la qalay midkay lahaayeen meehe nin kale mid uu lahaa bay ku khaldeen markaasaa sheekhii waxaa la sheekhow rati baan idiin qalay markaan idiin qalnayna ratigii nin kala yeeshay kaanagii iyo kiisii baa isu ekaaday ninkii ratiga lahaana meeshan uu noo taagan yahay ratigiisii buu rabaa wuxuu leeyahay haddaad labaatan rati oo kale isiisaan
إذن كي يلي ما كيجي ونسيه والشيخ محمد الله شيخ ويسو بالحاجة ذا كتلي رتيجي الأقل هرجي لجسيب إلا جوجويوم باللابن هلي بكيسي نكيل هانا ميشو تاجي هاي وحكلنا مرة بق بالشيخ وطالي بالي وعور الشيخ ويس أول رتيجي وكان لي وقالي هاي هرجي نوال جسيبي هلي بكيلا ترسل الله مركز أوحوري هرجة سارة رتيجة كعليا هرجي بالله ساري بيل مركز أوحوري قم بإذني رتيجة نو إذن كيكا كوكعبي لا بإذن الله إذن كإلهي ما أنيقا شيخ أويسا إذن كيكا كنو لو أصوكع رتيجي وزوبو ديبو وابقى بيساقو نول أرده نيكي با رتيجي سيلي ورسيقا قادالي أوكي نبي عيسى عليه السلام معجزات كيسي وحا كمدها dad ka dhintay buu soo nooleen jiray laakiin muxuu ku nooleen jiray ya bi idnillah sheekh weysna buu ku nooleeyay wixii dhintay bi idnihi la bi idnillah soo kufri ma ya awood ilaahnimo la sheegtay awood ilaahnimo baa la sheegtay ayadana social media aad ka helaysaan